السلام عليكم متابعينا الاعزاء، متابعين صوت العداله. نحن مازال في تغطيه للمينيسيبال او المسبح البلدي بمدينه مكناس، ومعي احد المنقدين السباحين. والسلام عليكم سيدي. وعليكم السلام سيدي. اول شيء مرحبا بك معنا على صوت العداله. وسؤالي الاول غادي يكون هو شنو كتلاحظ انت الفرق؟ البارح كان الافتتاح واليوم فهو ثاني يوم، اذا ما هو الفرق بين البارح واليوم في نظرك انت كسباح منقذ؟ الفرق البارح كان على كل شيء على ما يرام، كان النظام ديالنا تشكروا السي هشام اللي كان قايب مجهود كبير، كان حاضر معنا وحاضر على الخدامه، حاضر على العمال، حاضر على النظافه العامه، كلش هاد البوستو كله، وكنا منضبطين. اليوم ما حضرش معنا السي هشام، شويه الاجواء كانت شويه مربجه. كان ارتباك. كان ارتباك في هذا الشيء هذا، علاش؟ الدراري بزاف ارتبكوا، تلفوا كله شنو تيدير. السي هشام تنشكروه بزاف، علاش؟ صراحه الله تقال. تيكون مقابلنا البوستاتنا، تيكون مراقبنا. اليوم ما كانش السي هشام باللغه العربيه الدراري داروا ما بغاو، علاش؟ ملي تيكون الزيار كانت الفوضى، حيت ملي تيكون الزيار البارح داروا كل شيء. بحال كان السي هشام تيدور معنا هنايا، كان كلش هاد البوستو كان كله تيدير خدمته مزيان. اليوم ما حضرش معنا غير هذا النهار هذا، تبدلات سبحان الله. ما بين الافتتاح اليوم تبدلات الاجواء ديالها، ترونات الدراري ما منضبطينش معنا، الجروب تشتت كله في تيشرخ كله في تيغرب. علاش حنا تنطلبوا بغينا الاجواء تكون بحال البارح؟ نهار الاول افتتاح، نهار الاول كان ابيسين احسن ما يرام، العائلات موفرين، حتى واحد حتى حاجه ما كتمشي، كانوا الامن دايرين خدمتهم، السيكوريتي دايرين خدمتهم، لي مترناجور دايرين خدمتهم، العائلات موفرين فين يجلسوا، كنا موفرين لهم جميع الامكانيات فين يجلسوا. ولكن اليوم بصراحه شفنا حنا دخلنا درنا جوله طبعا مخفيين، ولقينا بانه كاين واحد الارتباك كبير، وكاين حتى واحد الفوضى عارمه داخلين. حنا ما غنقولوش عليهم كل الشارع، ولكن داخلين الناس اللي هما دو صوابغ، اللي واش في يدو، اللي مضروب، اللي كذا، والغوات والفوضى، وتتصادعوا حتى مع رجال الامن اللي في الباب ما تتساعدوش معاهم. انا تنطلب من رجال الامن، اول حاجه رجال الامن خصهم يكونوا حاضرين معنا، خصهم يكونوا بكثره، كانوا ولكن قلال ما غاديش يقدروا، حيت رجال الامن قلالين بزاف. حنا بغينا رجال الامن يكونوا كثارين، علاش؟ حيت رجال الامن عندهم دور كبير في هذا المسبح هذا. نعطيك مثال، هي البارح كانوا رجال الامن كانوا خدامين معنا مزيان، عام الاول كان رجال الامن كانوا منضبطين بزاف. حنا حاجه وحده تنطلبوا، تنطلبوا حاجه وحده، تنطلبوا السلامه ديالنا والسلامه المواطنين، هما يكثروا لنا الامن. الا ما كانش الامن حنا راه مخلوعين على راسنا، حيت الامن هو اللي غيحميك. انت كتخدم بحال هكا تيخرجوك 10 20، الا ما كانش الامن شنو يدير معك؟ وجوج الامن غيخدموا معك؟ ما يمكنش. خصنا الامن هنايا اول حاجه، نامنوا راسنا ونامنوا السلامه المواطن، حيت هنا لابيسين العائلات بولادهم برجالهم، ما بغينا تهضر حتى شي واحد. حنا اصلا بغينا كل شيء يمشي فرحان ويجي فرحان، وحتى شي دري ما تبكي عليه امه. حنا حاجه وحده تنطلبوا من المجلس البلدي، هو بغينا الامن يكون حاضر. علاش؟ حيت الامن هو كل شيء هنايا منضبطين، السلامه ديالنا والسلامه المواطن، تيلي تنخدموا مرتاحين. اليوم كان الامن شويه قليل على حسب ما شفت انايا منقذ السباحه، غير ملي بغينا نخرجوا خرجنا بصعوبه، شفنا بصعوبه. البارح كانوا واقفين معنا رجال الامن، خرجنا بسلام. انا غادي يدار واحد السؤال، علاش حنا كشعب ما تكونش عندنا مسؤوليه لراسنا؟ عارفين الوقت 3 كيسالي نوض لبس حويزاتي ونمشي، خصنا يهزوا عليا العصا عاد نخرج زعما؟ هذه رساله للمواطنين. ما فهمتش السؤال مزيان باش نبدا. يعني حنا كشعب اولا كمواطنين، عارف لابيسين كيزف ثلاثه، يعني قبل ما دير ثلاثه جوج ونص غنوض لبس حويجاتي ونوجد باش نخرج، ماشي انا عوال تيجيو يجريو عليا بالزروطه عاد نوض نخرج. وكما تيقولوا ما تيسخاوش، فهمتيني؟ المسبح ديالنا راه ديال جوهرات مكناس صراحه الله. لكن التنظيم فيبقى اساسي. التنظيم تيبقى اساسي، حنا حاجه وحده تنطلبوا، بغينا التنظيم يكون بحال الافتتاح النهار الاول. البارح كان احسن تنظيم ما يرام، اليوم لا شيء بحال البارح. علاش فرق كبير استاذ؟ البارح الامن واقفين معنا، منضبطين معنا، تنخدموا في خاطرنا، تنخدموا مرتاحين. اليوم ما حضروش معنا الامن، لقينا الصعوبه في الخروج اول حاجه. شحال من واحد تصدر اليوم ما كانش الامن، فهمتيني؟ حنا حاجه وحده تنطلبوا. سمعنا كانوا سرقات بزاف هنا. كانوا سرقات حيت الامن ما كاينش استاذ بزاف، حيت البارح ملي كان الامن راه ما كانوش سرقات، راه حتى شي حاجه ما مشات البارح. وين اليوم كانوا سرقات بزاف؟ حيت الامن استاذ قليل. حنا هذا المسبح هذا جوهره مكناس. دابا سؤال غادي نسولك، سؤال، هذا المسبح لمن دار؟ المسبح دار الشعب. للمواطنين الشعب. ولكن هل يعتبر مواطن اللي كيدخل يدير فوضى وكيسرق؟ لا يعقل. اذا في نظري غير يسدوه. الا كان هكا غير يسدوه استاذ، حنا بغينا حاجه وحده تنطلبوا من الامن يكون معنا. يا اما يكون منظم على احسن وجه، يا اما يتسد. انا ما كاينش منظم استاذ غير يسد، نقول لك انا شنو كاين؟ علاش؟ حيت النظام هو اساس الحياه. راه البيسين راه تيهز المدينه على كملها، راه الناس تيجيو من نواحي، تيجيو من فاس، الناس تيجيو من مدينات مدن، راه الخير تبارك الله. هذا حنا تنطلبوا من حاجه وحده، الا ما كانش التنظيم استاذ راه هاد لابيسين غادي في الفلس. حنا اول حاجه بغينا التنظيم، وبغينا رجال الامن يكونوا حاضرين معنا. وشكرا جزيلا. شكرا لك. اذا متابعينا الاعزاء، كيف شفتوا صراحه اليوم نقدروا نقولوا خرجت الامور على السيطره، كانت سرقات اللي تسجلت حالات سرقه، وكذلك تسجلوا حالات ديال الفوضى، وكذلك حنا
عينا انه باش يخرجوا غير الناس من لابيسي لقاو صعوبه وصعوبه كبيره بزاف. اذا لازم يكون النظام والتنظيم. اذا من هنا اوجه رساله للمسؤولين ديال مغربنا الحبيب انهم يضبطوا الامور او يغلق المسبح. هذا هي رسالتي، وكان معكم ربيع دحان.